شوف، في قانون الأمن الغذائي هو من قوانين الطوارئ. المنطق والعرف السياسي يقول إنه فلنذهب باتجاه إقرار الموازنة، وإذا منحنا حكومة الكاظمي وهي حكومة تسيير أعمال تفويضا من البرلمان لتمرير قانون الأمن الغذائي، فمن باب أولى نحن نعطي تفويض لتمرير الموازنة، وآنذاك يصبح الوضع طبيعيا. ولكن تم تقديم قانون الأمن الغذائي بوصفه قانون طوارئ على الموازنة، أي بمعنى أنه مهدت الأرضية على مستوى الموارد المادية أن دكتور تكون هناك حكومة طوارئ أو حكومة إبقاء في دكتور حالة الفشل دكتور تشريعيا. هذا الكلام انت تتوصل لي رسالة، واعتقد حبيبي انت قلتها، يعني انه قانون الامن الغذائي نعم هي المقدمات لتشكيل ارضية الى حكومة الانقاذ الوطني، ولذلك جاء انسحاب السيد الصدر بعد اقرار قانون الامن الغذائي. يعني انت تتحدث بالتحليل ام تأسيسه تتحدث بسيناريو؟ أحسنت، أنا أرجح أنه هو سيناريو تأسيسا على الفشل الذي حصل. شوف الآن الإطار سيسعى إلى الاقتراب من الشركاء، الإطار ماضي باتجاه مشروع إعادة ترتيب التوافق والمحاصصة. حالة الإحباط، خط الشروع في الإحباط تحقق في فشل عملية الإنقاذ وعملية التغيير والإصلاح من قلب البرلمان. إذا حصل توافق ومحاصصة وانتقلت إلى خيارات حكومية وطرحت حكومة المحاصصة والتوافق، فتلقائيا ستكون بمثابة رسالة إلى الرأي العام العراقي أننا سنبقي على المحاصصة والتوافق، والمحاصصة والتوافق تمثل حصنا للفاسدين. على سبيل المثال، أحد الشخصيات التي كانت تصنف قيادية في التيار الصدري، يوم سألته قلت له مسألة مد إيديكم للمال العام هذه ده تسيء إلى سماحة السيد مقتدى الصدر وإلى قضية المشروع الإسلامي اللي أنتم أساساً تتبنوه، وقد تضعك تحت طائلة القانون. يعني إذا كانت الروادع القيمية للبعد الديني كإخوان مسلمين ما تسعفك أو ما تشكل ضابط لسلوكك، فأخشى القانون. قال أنا ما أخشى القانون لسبب، لأنه أنا ده أعمل ويا 3 قوى سنية وشيعية، أي وأنا متحصن مع ذولا، أنا معهم في مركب واحد، فما راح يسقطوني. ليش؟ لأنه يعرفون الملف، هم شركاء بي، فراح جناح من السنة يدعمني وجناح من الشيعة الأطراف الأخرى تدعمني، وتلقائيا أنا حصنت نفسي بهذا المشروع. هذه بالحقيقة واقفة أمام حالة أنا قرأتها، أنه المحاصصة والتوافق هي حصن الفاسدين. أراد سماحة السيد مقتدى الصدر أن يطيح. طبعا هذه القضية هي مطلب جماهيري ومطلب المرجعية العليا، لا تقتصر فقط على سماحة السيد مقتدى الصدر، لأنه تعرف الآن البعض بدأ يمجد ويعظم رغبة في الحصول على أن يقترب من سماحة السيد مقتدى الصدر، فلذلك يفترض أن لا نبالغ بالمواقف وأن نشير إلى الأطراف الأخرى. المرجعية الرشيدة كانت حاضرة وواضح جدا توجهاتها باتجاه غلق الباب السياسي. بالمناسبة اليوم دخل سماحة السيد مقتدى الصدر في غلق الباب السياسي أمام أي حوار معه، أي بمعنى أنه حسمت قضية اللا عودة وأنه الانسحاب انسحابا كليا، طيب دكتور أحمد يعني إداريا انفاذ هذا الأمر، وهو سيغادر لأداء فريضة الحاجة دكتور للمملكة دكتور أحمد السياسية.